الأستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة إكويتي. مرحبا. مجلس النواب يقر زيادة المدفوعات المقدمة للأفراد إلى 2000 دولار. ماذا لو لم تحصل هذه الزيادة على الموافقة وباعتراض من الجمهوريين؟ وسبب هذا الاعتراض برأيك؟ أهلا بك. بداية بالفعل يعني نتحدث قليلا عن الأسهم الأمريكية اللي ارتفعت في جلسة أمس إلى مستويات قياسية جدا، كانت دعم بعد توقيع دونالد ترامب حزمة التحفيز التي طال انتظارها ووصفها بأنها وصبة عار، فبالتالي كان يرغب في زيادة الدفعة من 600 دولار إلى 2000 دولار، لكن وقد مرر مجلس النواب تلك الحزمة بانتظار التصويت من قبل مجلس الشيوخ وإقرار تلك الحزمة. لو حصل بالفعل يعني إقرار مثل هذه رفع المساعدات من 600 الزيادة. دولار إلى الزيادة من 600 دولار إلى 2000 دولار، سيكون بالطبع لها تأثير إيجابي على أسواق الأسهم، خاصة نشوف العقود الآجلة عم تفتح على ارتفاع، فالتوقعات أنه تكون في ارتفاعات لو تم تمريرها على الأسواق الأمريكية، لأن الحزم دائما داعمة للأسواق نحو الارتفاع، وشفنا أنه حزمة التحفيز المرتقبة كيف عم كل الحزم التحفيزية عم تخلي أنه الأسواق تنتعش وقت عم نسمع هذه الحزم لو لم يحصل تمرير. ما سبب اعتراض الجمهوريين على رفع هذا المبلغ من 600 إلى 2000 دولار؟ ربما يعني هذا الاعتراض من 600 إلى 2000 دولار يعني غير مبرر أن يتم مثل هذا الرفض، لأنه هذا بحاجة للتعافي الاقتصادي، لكن نحن نعلم أن الجمهوريين دائما بعكس الديمقراطيين، الديمقراطيين يسعون دائما إلى حزم تحفيزية، يعني أنه خاصة مع تسلم جو بايدن نتوقع أن الحزم التحفيزية تكون أكبر، بعكس الجمهوريين ما بيطالبوا بالحزم تكون الضخمة وبيعتبروها أن 600 دولار كافية، لكن على العكس هي غير كافية، فتحتاج يعني الأسر التي عانت بالفعل من جائحة كورونا أن ترتفع تلك الإعانات والمساعدات من 600 دولار إلى 2000 دولار. وبالتالي سيساعد ذلك على ارتفاع الأسواق أيضا من جانب آخر. الدولار متأثر بشكل كبير، انخفض إلى نسب متفاوتة مقارنة بالعملات الأخرى. ماذا توقعين بالنسبة للدولار في حال تمت الموافقة على أو تم الموافقة على رفع المبلغ إلى 2000 دولار، وماذا سيحصل به إذا عكس السيناريو؟ المفروض أنه وقت بأي حزم تحفيزية بده يشكل ضغط على الدولار الأمريكي، ونحن شفنا أنه كيف وقت أعلن تم التوقيع على الحزمة التحفيزية حصل تراجعات للدولار، لكن ليست بالتراجعات الكبيرة، لكن نحن عم نقول أنه الدولار رح يتراجع، وخاصة رح يستقبل عام 2021 تراجع للدولار في ظل عوائد سندات الخزانة خاصة قصيرة الأجل عم نشوفها متدنية، أسعار الفائدة المنخفضة جدا، ورح تستمر ربما الفدرالي الأمريكي لن يقوم برفع حتى عام 2023، فبالتالي كلها أسباب، وخاصة إذا تسلم جو بايدن شفنا حزمة جديدة من الديمقراطيين، فرح يكون هي أداة ضغط على الدولار الأمريكي. يعني توقعاتك سيناريو سيء للدولار في 2021؟ نعم، متوقع بعام 2021 سيناريو سيء، وخاصة في النصف الأول ربما سيناريو أسوأ للدولار الأمريكي، ومتوقع يعني في ظل كل هذه الظروف التي بالفعل كل ما بنشوف سيولة وضخ وطباعة العملات من الدولارات، فبالتالي هذا عم يشكل ضغط على السيولة، بالمقابل في سلع أخرى عم تستفيد من تراجعات الدولار الأمريكي. السلع الرئيسية النفط، ما هي توقعاتك بالنسبة للنفط خصوصا باجتماع أوبك بلس والذي من المقرر يكون في 4 يناير؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط، إذا تحدثنا عن أسعار النفط منذ تطورات لقاح فيروس كورونا، ونحن عم نشوف أسعار النفط عم ترتفع ارتفاعات قوية، وبدأ التوزيع لهاللقاح، بعدين شفنا الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع منذ أكتوبر لأسعار النفط، وبدأنا نشوف أنه انخفاض وارتفاع لأسعار النفط، اليوم الأسواق تفاعلت ورحبت ولاحظنا أنه أسعار النفط ارتفعت بعد حزمة التحفيز المرتقبة، وأيضا توصل إلى اتفاق
اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضا دعم أسعار النفط، لكن 2021 سيكون سعيد بالنسبة للنفط؟ ربما يكون هناك فتوقعات بالنسبة لي في يناير، يعني في اجتماع المقبل ربما سيتم هذه المراجعة الشهرية بإضافة 500 ألف برميل، مع توقعات أن تقوم روسيا برفعها في فبراير، وأيضا السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، يعني كلها عوامل يعني تشكل بين الضغط والارتفاع، فحجام التداول بشكل عام. متفائلة مع النفط ومتشائمة مع الدولار. شكرا لينا قانون محلل أسواق مالية علي مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا.